عملنا 9 تدخلات، دول اللي بيمثلوا 80% من العبء الصحي على المرضى، أو من أكثر التدخلات عبء صحي وعبء أسري ومادي. سيادة الرئيس وجه إن إحنا ندخل القسطرة الطرفية والمخية، والحمد لله دخلناها. خلينا أقول لك دور البنك المركزي ومؤسسة مجدي يعقوب والأرمان وبيت الزكاة والصدقات، دور يصل إلى 29% من الخدمة. يعني اشتغل معاكم مؤسسات العمل طبعاً المدني يعني. طبعاً. خليني برضو أقول لك على حاجة جميلة جداً، في الاجتماعات مع سيادة الرئيس لما كنا بنعرض عليه، فلفت نظر سيادته مثلا حاجة زي زرع القوقعة للأطفال. فمن حاجات الجميلة نتيجة قوائم الانتظار توجيه سيادة الرئيس إن احنا نعمل كشف مبكر عن فقدان وضعف السمع، فدخلنا الكشف المبكر. حتى لو شفت شهادة الميلاد الجديدة هتلاقي في ظهرها بقى مع التطعيمات، لأنه هو ده المفروض في سن معين، وإلا ما يقدرش يلحق نفسه يعني، ليها وقت. هستنى الأم تكتشف ابنها على سن 2 سنين إنه ما بيسمعش أو عنده ضعف. فبقينا دلوقتي بنكشف من لحديث الولادة أول ما يتولدوا، كشف مبكر في مكاتب الصحة عن فقدان وضعف السمع. وقد كده بنحمي الأطفال، وقد كده بنقدر. دي من الحاجات الإيجابية اللي نتجت عن قوائم الانتظار. أكيد. دكتورة، قوائم الانتظار دي حاجة جميلة، خاصة مصر كلها مش محافظة بورسعيد. ما انت عشان تخش بقى محافظة محافظة يصح انك تعمل بعض المبادرات اللي تريح المنظومة الصحية في 27 محافظة. أكيد. دكتور هلا زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. النهاردة